قواعد وشروط عدة ستحكم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب في المناظرة المرتقبة خلال ساعة. سيظهر الاثنان على منصة واحدة على قناة CNN من استوديو في أتلانتا بدون جمهور لمدة 90 دقيقة فقط، وخلال هذه المدة سيحظيان بفترتي استراحة، لكن لا يمكن لأعضاء حملتهما الانتخابية التواصل معهما. خلال المناظرة سيكون بايدن على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين، وسيتحدث أولاً بناء على قرعة أجريت بعملة معدنية، وسيحصل المتناظران على قلم وورقة وزجاجة ماء، ولا يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقاً أمامهما. كما سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره بالتحدث، ما يعني أنه ليس بمقدور أي منهما مقاطعة الآخر. وبالنسبة لمدير المناظرة لديه أدوات عدة متاحة لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة.